الأستاذ وليد زينهم رئيس القسم الرياضي بجريدة روز اليوسف بينورنا ويشرفنا النهاردة أستاذ وليد. أهلا بيك. أهلا بيك أمير. أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. موضوع ممل قوي من غير ماتشات في الدوري المصري. ها ما هو طبيعي، بس برضو لو انت عايز تتكلم وتشوف القصه هو ممل. طيب هي القصه كلها بدات بتاجيل مباراه القمه. التاجيل في حد ذاته ده وارد وطبيعي وامر مقبول جدا ومش اول مره. وهديك مثال كده، وقبل ما نرجع للقصه هديك مثال بسيط. الليجا الاسبانيه كان السبت اللي فات فيه الريال وبرشلونه، هو فين؟ ما هتاجل برضه ليه؟ لدواعي امنيه. بس خلي بالك الموضوع هنا مختلف، ده هناك الدواعي الامنيه اكبر واخطر بكتير يعني. تمام فطبيعي. تمام بس في النهايه احنا بنتكلم على المبدا التاجيل نفسه، مفيش فيه مشكله، وممكن يبقى ماتش كبير وماتش مستنيه العالم كله. هو ماتش طريقه التعامل كمان في الموضوع، ماتش الريال وبرشلونه. لا طب على فكره طريقه التعامل مختلفه في امور معينه. لكن في النهايه طب ما الريال ابدى استياءه وبرشلونه ابدى استياءه، لان في النهايه كانوا الاثنين شايفين ان هم افضل يلعبوا دلوقتي. ورابطه الليجا نفسها كمان اللي هي الرابطه المحترفه بتاعت انديه الليجا. بس في النهايه الدواعي الامنيه قررت تاجيل المباراه. طبعا طبعا. طيب ده ما فيش فيه مشكله. المشكله في ايه؟ المشكله في إيه؟ ان انا شايفها في ايه؟ اولا انت عندك الاهلي فعلا كان في الفتره دي من الناحيه الفنيه، لو هنتكلم من الناحيه الفنيه الاهلي كان فايق جدا. الاهلي مع ريني فايلر محقق نتائج العلامه الكامله في جميع المباريات. الراجل لعب 6 مباريات مع الاهلي في 3 بطولات مختلفه، من انتصار لانتصار، 2 في بطوله افريقيا، مباراه السوبر ودي بطوله في حد ذاتها، وكانت مع الزمالك مباراه قمه، و3 مباريات دوري. المباراه الوحيده اللي فايلر كسب فيها 1-0 كانت مباراه سموحه. ما دون ذلك كل المباريات بيسجل 2 و3. هو في القمه في مباراه السوبر كسب 3-2 فرق هدف برضه، بس سجل 3. الراجل بمعدله التهديفي عالي جدا، الراجل مسجل 17 هدف في 6 مباريات. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو مدرب هجومي، راجل امكاناته عاليه جدا، اختيار كان موفق جدا. وحابب برضه اقول ناس كتير قوي للاسف 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 اول ما تم الاعلان عن التعاقد مع ريني فايلر، ناس كتير قعدت تقطع لمجرد السي في بتاع الراجل. الراجل ده ما دربش نادي كبير قبل كده، يعني هو ايه الدوري البلجيكي؟ هو ايه الدوري السويسري؟ طب لا، القصه ايه؟ القصه في حاجه اسمها مش السي في بس. انا لما بجيب مدرب دلوقتي اي مكان في العالم بيروح يجيب مدرب بيجيبه على حاجتين، السي في ده حاجه واحده منهم. الحاجه الثانيه هي ايه؟ تقييم فني للراجل. الراجل قبل كده اللي كان يتفرج على ليه على مباريات مع فرق كبيره قبل كده، الراجل بيلعب كره هجوميه، هو ده اللي الاهلي محتاجه. خاصه ان انت كان عندك مدرب قبل كده ما بيلعبش كره هجوميه، فانت محتاج مدرب بيلعب كره هجوميه. وانت الاهلي مين في مصر بينزل يلعب مباراه مفتوحه مع الاهلي؟ مفيش. مين في افريقيا بينزل يلعب مباراه مفتوحه مع الاهلي؟ مفيش. يبقى بالتالي انت عايز مدرب بيهاجم باستمرار، وانت اصلا اي فرقه بتنزل قدامك اول 10 دقائق ربع ساعه بتبقى خايفه منك ايا كان مين. بتدافع قدامك بحكم اسم الاهلي، بحكم لعيبته، بحكم امكانياته. اي فرقه افريقيا جوه الدوري بتنزل تدافع قصادك. طب انت لازم يبقى معاك مدرب بيستغل الادفانتج ده، بيروح بيضغط خلاص، بيخلي الفرقه تبقى كده 90 دقيقه بقى، مش هيخلي الفرقه كده اول ربع ساعه بس. لان الفرقه اللي قدامك لو خدت ثقه عليك هتلعب زي مع مستر لاسارتي. كانت الفرقه اللي قدامك ايه؟ بتبدا الماتش لاسارتي بيبقى بادئ مأمن، هو على فكره نفس الطريقه 4-2-3-1 4-2-3-1 نفس اللعيبه. اللي اختلف ايه؟ اللي اختلف عقليه مدرب ما بين فايلر وما بين لاسارتي. فايلر مش من المدرسه الحديثه في الكوره، لاسارتي مش من المدرسه الحديثه، مش من المدرسه المودرن في الكوره، عكس فايلر. فار المدرسه الحديثه، المدرسه الحديثه اللي هي روادها مين دلوقتي؟ روادها يورجن كلوب وجوارديولا، هم دول الرواد في المدرسه دي. فايلر بيتبع المدرسه دي. هو طبعا مش بنقارن بين ده وده عشان ما حدش يطلع يقول لك ده كلوب وجوارديولا دول في وادي، فايلر واي مدرب تاني في وادي تاني. بس احنا بنقول بيطبق نفس المدرسه، بيحاول يطبق نفس الفكر الحديث في الكوره. فهو ده فايلر. فايلر الناس كانت بتقطع فيه من غير ما تشوفه لعب ازاي، من غير ما تشوفه حقق ايه. طب هو دلوقتي الاهلي محقق ارقام ومحقق نتائج ومحقق اداء، محقق لك المعادله الصعبه، بكسب وباداء عالي جدا وبنتائج كبيره جدا. طيب انت فايلر معدلك التهديفي مع الاهلي 2.9 في الماتش. المعدل ده ما يتفوقش عليك على مستوى العالم غير جوارديولا، هو اللي معدله 3.2 في الماتش. حتى يورجن كلوب نفسه معدله 2.3. ده يعني بقول معدل تهديفي فايلر بالارقام في 6 ماتشات بس 2.9. 2.9 ده معدل كبير جدا طبعا، وهو ده المعدل الطبيعي لفرقه بحجم وامكانياته واسم الاهلي. طيب ده المعدل المفروض يبقى موجود. فهو ده فايلر. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كده شويه متحمس جدا واهلاوي قوي واضح عليك يعني. فاحنا عايزين ناخدها جزئيه جزئيه. احنا ابتدينا الموضوع بان الدوري موقوف او توقف بسبب المشاكل اللي حصلت وكلام من ده، فانت شايف ان الاهلي متضرر. ده فيما يتعلق فنيا الاهلي متضرر والدوري بشكل عام برضه. الدوري يعني هيفقد متعه الدوري. لكن عايز اتكلم بالتحديد بقى، انت اتكلمت خاص على مستر فايلر وخدت السؤال الثاني بتاعي. انا عايز اروح بقى لسؤال اخر، اهميه المعسكر الخاص بالنادي الاهلي في الامارات. شايف التوقيت بتاعه في ظل عدم تواجد اي مباريات رسميه بالنسبه للفريق، ايه الاستفاده اللي ممكن يحققها النادي الاهلي المعسكر ده من وجهه نظرك؟ هو فايلر بيبص للمعسكر ده لانه فتره اعداد ثانيه.
هو اوريدي عنده الراجل فتره توقف بين قوسين طويله شويه نسبيا مقارنه بوسط موسم مش مقارنه قبل موسم كوي. فالراجل لازم يستفيد يعني يستفيد من الظروف. طب الظروف دي خلاص انا واقف مش هلعب ماتشات الفتره دي، المنتخب الاول عنده ارتباطات دوليه والمنتخب الاولمبي عنده ارتباطات دوليه كوي. واجلت دوري فخلاص مفيش مشكله. الراجل بيبص ان انا خلاص احقق استفاده ثانيه، خاصه ان انا عايز اقول ان فايلر فنيا لسه برضه اللعيبه لسه مفيش الاستيعاب الكامل، مفيش الاستيعاب الكامل لفلسفته ولفكره لسبب بسيط. يعني لسه برضه احنا ادينا الراجل حقه، لا في جزئيه سلبيه صغيره. الاهلي لمده 60 او 70 دقيقه بيبقى فريق واخر 20 دقيقه بيبقى فريق تاني. بمعنى ان الطريقه اللي بيلعب بها فايلر دي طريقه عايزه لياقه بدنيه عاليه وعايزه اللعيبه مفيش سرحان، مفيش لسبب بسيط. انت راجل بتلعب هاي لاين وضغط المنافس، يعني معنى كده ان الهجمه المرتده عليك بتبقى سلاح نار. ممكن حد يرد عليك ويقول لك ان الاهلي في بعض الماتشات من الستة دول جاب اهداف في الدقائق الاخيره. حصل بس كان مين المنافس؟ لما الانتاج الحربي، الله ينور عليك، اسوان. طيب لما كان المنافس بتاعك الزمالك اللي هو المفروض اقوى فريق في مصر، بس خلي بالك ما تنساش حصل ايه؟ ما تنساش كان ليه ظروفه، كان ليه ظروفه، بس ارتكاز مدافعين بس في النهايه طبعا. في النهايه ده ما يخليش المباراه تتقلب 180 درجه. ما تبقاش انت لحد الدقيقه 65 انت فريق ومديها 65 لنهايه المباراه انت فريق تاني، فريق تاني ده ليه عوامله. ده سبب ظروف الماتش. ده سبب بدليل الماتشات اللي بعديها الاهلي كان بيستمر بنفس النهج اللي كان عليه في 65 دقيقه اللي كان في ماتش الزمالك. ما هو ده كلام انا ده بياكد اللي انا بقوله. اللي انا بقوله ان الاهلي باستمرار بيبدا على اي منافس ضاغط، هو الافضل، هو الاخطر في كل حاجه لحد الدقيقه 70. من الدقيقه 70 الكيرف بينزل على حسب بقى المنافس اللي قدامك. لو المنافس قدامك فريق قوي زي الزمالك او فريق مثلا زي النجم اللي انت رايح تلعبه او فريق قوي في دوري ابطال افريقيا هتفرق معاك. وعلى فكره لو ترجع فلاش باك سنتين او ثلاثه كده يورجن كلوب اول ما جه ليفربول كانت هي نفس المشكله، لان هو بيلعب بنفس المدرسه، نفس المشكله. يورجن كلوب كان يتقدم 3-0 وفي اخر ربع ساعه الفرقه اللي قدامه تعادل معاه. طب ما ده كان لان هي دي نفس المدرسه، هي نفس المدرسه. المعسكر ده هيقدر المعسكر ده الراجل الراجل ده لازم الطريقه بتاعت مستر فايلر دي هتنجح وهتكسر الدنيا مع الاهلي. والاهلي ده مش هياخد الدوري، ده هياخد دوري وافريقيا واي حاجه في طريقه باذن الله يا رب. بس اللياقه البدنيه، لان اللياقه البدنيه عندك لو وقعت، طب انت الدقيقه لحد الدقيقه 70 وما تقدمتش، الفرق اللي قدامك تكسب. ما هو الطريقه بتاعت فايلر عايزه لياقه بدنيه سوبر، مش عاليه، سوبر، بدليل ان ما بيلعبش بيها الا مدربين معينين على مستوى العالم، ان هم عارفين خطورتها. ما هو برضو في مدربين اجانب كتير في مصر، ما هو اللي درسوا فايلر او اللي عارفوا فايلر ما هو عارفه سين وصاد وعين. بس ليه بيخاف يلعب؟ لان ممكن تكون القماشه اللي معاه حكماه، هو عارف ان معدلات اللياقه اللي مع فرقته مش عاليه قوي، فما يلعبش هاي لاين وما يلعبش سنتر جيم واستحواذ وضغط على المنافس طول الملعب، وهو عارف ان فرقته هتيجي الدقيقه 60 تقع. كويس. فدي سلبيه، السلبيه دي ما بتبانش الا مع الفرق الكبيره بس، الفرق اللي هي المتوسطه اللي هي الاهلي فارق شاسع عليها من ناحيه الامكانيات، من ناحيه اللعيبه، من ناحيه الفنيات، من ناحيه الخبرات، لا الاهلي هيكسب ومستريح خالص ومش هيعاني. لكن الاهلي ممكن يعاني، ربما يعاني مع الفرق الكبيره. الفايلر ما قابلش فرقه تقيله من العيار التقيله للزمالك، هو ده اللي واضح فيه المباراه. كان في ظروف ثانيه وانا معاك فعلا، والظروف دي مؤثره ومؤثره جدا. لكن برضو لازم نبص من الناحيه الفنيه، زي ما بندي الراجل حقه وبنقول عليه ان هو مدرب من المدرسه المودرن، لا بنقول خلي بالك عيوب المدرسه دي كذا. احنا بنقول مش بنقول مميزات فايلر وعيوب فايلر، احنا بنقول مميزات اسلوب فايلر وعيوبه. مش بنقيم فايلر، انت فايلر عشان تقيمه لا استنى ماتشين تاني تقال، يعني ماتش النجم وماتش كمان تاني تقيل وتبدا تقول عليه. فايلر برضو في مواقف صعبه ما تحطش فيها تقدر تحكم على المدرب فنيا وتكتيكيا. يعني فايلر ما فيش ماتش هو اتاخر في النتيجه، فايلر هي دي ميزه ان انت بيبقى عندك المبادره. هو بيتفادى الوقوع في هذه ماشي. طب فرضا ظروف الماتش بقى، ظروف الماتش اللي انت بتتكلم عليها دي، فرضا حطيتك في فرقه راحت هجمه مرتده في الدقيقه 30 ولا 35 وتقدمت عليك، هتعمل ايه؟ اكيد هيبقى عنده حلوله. ما هو احنا مستنيين نشوف الحلول دي عشان نقيم برضه. يعني انت دلوقتي بتدي الراجل حقه وفق المعطيات. حاجه ثانيه برضه ما تعرضلهاش فايلر، ما تعرضش مثلا ان هو يبدا المباراه وبعد 12 دقيقه ولا 15 دقيقه يتعرض له طرد. حلو. هيغير الطريقه لايه؟ هيلعب ازاي؟ اوكي. احنا دلوقتي في ظروف معينه احنا مش بنقيم فايلر بشكل نهائي. ما هو لسه على النهائي ده الراجل، اسمعني بس، اشرب بس بقى ميه. اوكي. الراجل لسه بقى له 6 ماتشات بس النادي الاهلي. البدايه مبشره، في جوانب اكيد فنيه وبدنيه هو اكيد ملم بيها جدا وهيعرف يعالجها ازاي، بالتحديد من معسكر الامارات ده مفيش مشكله خالص يعني. لكن الفتره اللي جايه التعامل بتاعه في الماتشات دي بتبقى ظروف كل ماتش، هنقدر بقى نقيم ونشوف بعد كل مباراه او خلال المباريات هيتعامل ازاي. زي ما انت بتقول بعض الجزئيات دي كلها امور هتيجي وظروف مباريات بتيجي مع الوقت يعني، هنقدر نتكلم فيها. لكن في كل الاحوال احنا بنقول ايه في البدايه؟ في الست ماتشات، بعد الست ماتشات الراجل مبشر. التقييم النهائي زي ما انت بتقول كده بعد التحديات الاقوى، رغم النادي الاهلي لعب الزمالك مثلا كان تحدي قوي، وانا برضو مصر ان ظروف المباراه هي اللي عطلت فايلر عن تحقيق نتيجه كبيره، مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك طبعا يعني. لكن في كل الاحوال اكيد هنقيمه بعد المباريات الصعبه اللي انت بتتكلم عليها، ده شيء مؤكد. هو
ده كلامك بيأكد اللي احنا عمالين نتكلم فيه بالزبط. ان هو انا معاك كل مباراه بيبقى فيها ظروف وفيها امور، بس انت في النهايه برضو انت لما بتقيم فايلر ما بتقيموش على الظروف. فرضا فايلر لعب مباراه، قصاد سين او صاد، وكان مثلا نسبه استحواذ 70%، فرص 15 لفرصه، وفي الاخر المنافس راح الفرصه جابها جون وانت ما جبتش ولا جون. هنا ده توفيق وعدم توفيق، لكن انت بتتكلم في الفنيات. ايوه احنا نلوم فايلر من دلوقتي؟ لا انا ما بلومش، لا مستحيل. ده فايلر انت قلته مبشر، لا انا هزود عليك، هو مبشر جدا مش مبشر بس، ده مبشر جدا وممكن تقول ثلاثه جدا كويس. ده اول مدرب اجنبي يخش الدوري المصري من المدرسه الحديثه، من المدرسه المودرن. ده اول مدرب. المدربين اللي كانوا بيجي مع كامل احترامي سواء للاهلي او لغير الاهلي، مفيش مدرب من المدرسه دي. نرجع نفتكر كوبر مثلا، مش من المدرسه دي. اجيري مش من المدرسه دي. ما انا بقول لك لاسارتي مش من المدرسه دي. الوحيد اللي من المدرسه دي، زي ما قلنا عشان نقرب للناس، روادها هم كلوب وجوارديولا. كلوب وجوارديولا بداوا يظهروا على الساحه بقى لهم 10 سنين 12 سنه، وعملوا طفره في الكوره. طفره في الكوره اللي هو استحواذ استحواذ استحواذ، ضغط بشكل مستمر على المنافس، ضغط على المنافس، ضغط على المنافس. لاحظ حاجه تانية مع فايلر، مين هداف الفرقه في الدوري؟ رمضان. طب رمضان هو مهاجم؟ لا. طيب مع يورجن كلوب مين الهدافين بتوعه؟ صلاح وماني، هم مهاجمين؟ لا. هي نفس المدرسه، اقعد حط الامور قصاد بعضها هتلاقي طريقه لعب بتتشابه. طبعا مع الاختلاف الشاسع، انت هنا بتتكلم على يورجن كلوب، هنا بتتكلم على فايلر، وزي ما قلنا ما بين كارينش وما بين، احنا بندي بس امثله ان هي الراجل ده من نفس المدرسه دي. الفرق ما بين انت دوري مصري ده ايوه دوري مصري دوري انجليزي، طبعا فرق كبير. فايلر ده في يوم من الايام يعدي. لا لسبب، هو فايلر، مبشر جدا. فايلر مدرب، بيلعب كوره حديثه، عندنا امكانيات لاعبين مميزين، ومعاه القماشه اللي تساعده. مع القماشه، انت النادي الاهلي، انت بديهي اصلا يبقى معاك افضل لعيبه جوه مصر، معاك افضل لعيبه جوه افريقيا، ده بديهي، ده مفروغ منه. المهم بقى فين المدير الفني، فين العين، فين الخطه، فين الفلسفه اللي هتطوع ده كله، اللي هتنجح بالمنظومه اللي هي اصلا ناجحه. انت المنظومه معاك ناجحه، ناقصها بس الترس الكبير اللي هو المدرب. المدرب ده اللي بيقعد على الدكه، ده راجل خلاص بروفيشنال، ده راجل مودرن، ده راجل حديث، ده راجل دماغه كلها كوره، وراجل مطلع على احدث حاجه في التكتيكات التدريبيه والكلام ده. خلاص انت النجاح مضمون، انت مش محتاج حاجه، محدش هيقدر يقف قصادك ولا جوه ولا بره، هترجع تاني تسيطر على القاره كلها زي ما كنت بتسيطر. ان شاء الله. فدي مفروغ منها. فحته مبشر، لا احنا مش عشان بنقول في سلبيه في فايلر يبقى فايلر، لا ده فايلر مبشر جدا جدا جدا. انا قصدي ان السلبيه لسه ما ظهرتش. ما انا بحذر انها تظهر، ايوه انت بتقول مواقف ممكن تحصل، بحذر انها تظهر، وساعتها هنشوف فايلر هيتعامل، احنا مش هنحكم عليه من دلوقتي، هنشوف هو هيتعامل ازاي يعني. ونرجع لسؤالك الاولاني، هو ده الهدف من المعسكر. كويس، هو ده الهدف الاساسي. هو فايلر مش محتاج كتير من المعسكر. فايلر لو كان الدوري مستمر كان زمان فايلر ماشي زي ما هو، ما فيش عنده اي مشكله خالص. ده بالعكس، ده لو في فرق ثانيه هي اللي مستفيده من الفتره دي، انها هتعيد تصحيح اوراقها، هترتب امورها، عندها مشاكل كتير فنيه. مين مستفيد يعني؟ مثلا اديك مثال، ميتشو في الزمالك مستفيد جدا لسبب بسيط. ميتشو بقى على فكره مدرب جيد، جدا، بس عنده مشاكل، غير فايلر. اولا هو ما عندوش جرأة فايلر. ميتشو ما عندوش الجرأة. فايلر جريء جدا. فايلر على فكره، فايلر برضو قبل ما يجي الاهلي كان ساعات بيدفع ثمن جرأته دي، بس بيدفع ثمن جرأته دي ايه؟ هو بيدرب سين، فبيلاعب فريق تقيل بحجم بايرن ميونخ، هيخسر منه كتير لو لعب بالاسلوب ده. لكن انت جوه قاره افريقيا ما فيش عندك المنافس اللي هو فارق على الاهلي. فما فيش منافس لما انت تهاجمه تخاف منه. طيب ده ما فيش. شايف الاهلي قادر ياخد دوري ابطال افريقيا السنه دي باذن الله؟ ده هو السنه دي هو المرشح الاول ليها، وده مش كلامنا على فكره. الأول. ده مش كلامنا على فكره. اخدوا البطوله دي 10 منافسين. ده الاهلي هو المرشح الاول للبطوله السنه دي. انا متاكد من ده. الاهلي حتى لما خرج من سان داونز السنه اللي فاتت كان الظروف كتير، لو حابب ممكن نتكلم فيها. السنه اللي قبلها كان الاهلي في النهائي، ومع الوضع في الاعتبار ان ما كانش معاه واحد زي فايلر. طب انت دلوقتي معاك مدرب كويس، معاك منظومه ناجحه، معاك لعيبه هي الافضل، مش ناقصك حاجه. انت جوه قاره افريقيا، لو عايز اكلمك بمراكز، انت عندك مراكز انت الافضل فيها جوه القاره، مش بقول لك جوه الدوري. انت مين عندك في اي فريق في جوه قاره افريقيا افضل من علي معلول؟ مفيش. اديني اسم. مفيش عند حد. مفيش حد عندك ده. برضو تعالى نتكلم، اجاي السوليه، مين عندك جناح افضل من رمضان، صبحي تحديدا جوه القاره، في اي فريق جوه القاره بمستوى رمضان الحالي؟ مفيش. وعلى فكره مستوى رمضان الحالي برضو اجتهاد جامد من رمضان بالاضافه لفايلر. طبعا لسبب بسيط، فايلر المدرسه دي بيبقى عندها الجناحين اهم من السنتر فيرود. الجناحين اهم من السنتر فيرود. وضربت لك مثل بصلاح وماني مع يورجن كلوب. صلاح وماني هم نجوم الفرقه مع يورجن كلوب، مش فيرمينيو. ده الثالث بتاعه. لكن واحد واثنين صلاح وماني، وهم الهدافين، وهم اللي بيسجلوا الموسم فات 22 22. بس مهاره فيرمينيو بتساعدهم ماشي طبعا. لا ما انا مش معنى كده ان انا بلغي دور المهاجم. لا طبعًا. بس انا بقول ان هم الاثنين دول
في الطريقه الجديده بيبقى اكن المدرب بيلعب بثلاث مهاجمين. المدرب اكنه بيلعب بثلاث مهاجمين. رمضان بيعمل ايه؟ رمضان اللي ما كانش مع المدربين قبل كده، طب ما هو رمضان هو نفس رمضان اللي مع لسارتي. إيه رمضان فجاه كده لا طبعا ده شغل مدرب. تعليمات المدرب وتحركات اللعيب دي مدرب بيقول له انت مثلا في الكوره هنا، يعني مثلا كان رمضان في اوقات كتير قوي مع لسارتي مايل على الخط. رمضان دلوقتي بيخش لجوه، بيخش في العمق في حاله صح. اي كوره عرضيه او اي تمريره بدنيه بتلاقي رمضان في العمق مع اجاي. لو الكوره بتترفع من الناحيه اليمين بتلاقي رمضان داخل مهاجم تاني، خلاص المهاجم اجاي ورمضان جنبه. لو الكوره بتترفع من الزاويه اللي فيها رمضان معلول مثلا ورمضان هو اللي قدامه، رمضان بيضم على المنطقه يا يستلم وبمهارته يلف ويشوط، يا بيكمل على المنطقه ومعلول بيديها على الارض ويحطها جوه. شفنا الجمله دي كتير. الجمله دي مين؟ الجمله دي اجتهاد؟ لا الجمله دي مدرب. الجمله دي مدرب. ما هو ده اللي بيعمله برده كلوب. هو صلاح بيجيب غزاره الدفاعيه مهارات عاليه جدا وامكانيات عاليه لصلاح، لكن في مدرب برده بيحطه في المكان المناسب في الوقت المناسب. ده المدرب هو اللي بيقوم حاطط اللعيب امتى تبقى هنا لما الكره تبقى هنا، يبقى النتيجه جول. ده اللي حصل مع رمضان. اللي بينقص منظومه مستر فايلر بخلاف الجانب البدني، اعتقد ان هو ما ينقصوش حاجه. ربما ممكن مهاجم معين وفق دماغه وفق فلسفته، لان الطريقه دي برده بتحتاج مهاجم، مش مهاجم كلاسيك، مش مهاجم تسعه كلاسيك. لا مهاجم فاهم كوره. لسه انت ضارب مثلا ممتاز بفيرمينيو. فيرمينيو هو اللي بيشغل صلاح وماني. يعني فيرمينيو في اوقات كتير بيبقى صانع لعب، مش بيبقى مركز 10 مش مركز 9. فيرمينيو بيبقى صانع لعب. طب فايلر اعتقد انه عايز مهاجم من النوعيه دي. اعتقد ربما هو ده اللي انا شايفه. دي ممكن تبقى القطعه الناقصه في، وما هياش ناقصه بشكل او ما هياش ثغره تسبب لك عجز. لا انت فرقه الاهلي دلوقتي انا شايف انه مش ناقصه حاجه، متكامل بس شبه متكامل. بس بنقول لو القطعه دي بقت موجوده، لا هيبقى فايلر معاه حلول تانية كتير، بالذات حلول هجوميه، لان انت مدرب هجومي. فمدرب هجومي انت محتاج اللعيب اللي يلعب تسعه ده ما يبقاش تسعه كلاسيك. ده طبعا ما وضف الاعتبار ان احنا عندنا مهاجمين مميزين جدا. احنا بنتكلم على اسلوب لعب، يعني عندنا ما هو اسلوب فايلر. ايوه مروان محسن مهاجم مميز، عندنا صلاح محسن كذلك، عندنا ازارو، وعندك ازارو، وعندك اجاي بيلعب جناح وبيلعب مهاجم على فكره، بيجيد وبيجيد ده. بس هو ربما فايلر عايز حاجه من العينه زي ما قلت لك بتاعت فيرمينيو، اللي هو مهاجم حريف كره قوي، عينه حلوه في التمرير. اجاي حريف قوي. لا اجاي حريف قوي، بس اجاي في الاسيست مش عالي. ما هو انت برضو بص للارقام، انا عايز واحد تسعه وتكون ارقامه كاسيست عاليه، غير ان هو قدراته التهديفيه كويسه. اجاي مهاراته عاليه، قدراته التهديفيه جيده جدا، وبدنيا قوي قوي، وبدنيا قوي، لكن هو مش اسيست. اجاي مش اسيست. يعني اجاي تفكيره الاول اول ما الكره تبقى في رجله ان هو يجيبها جول. طب ما ممكن يبقى في زميل تاني، رمضان او الشحات، في موقع انسب وافضل. هو ده اللي بيعمله فيرمينيو. فيرمينيو لما بيقول بتبقى الكره في رجله ولا منطقه. خليني اقول لك على حاجه مثلا، يعني مثلا اجي مع كابتن حسام البدري لما كان مدير فني النادي الاهلي، عمل اسيستات كتير جدا في الدوري الموسم اللي فات، فيه ازارو هداف الدوري 18 هدف. ماشي، بس الموسم اقول لك على حاجه، اعلى اسيست الموسم اللي فات في الاهلي هو معلول. اوكي الموسم اللي فات هو معلول، لكن ممكن يعني. ايوه الامكانيات موجوده. بس عقلية فايلر هو مش عايز واحد يخلص الموسم ويبقى عامل له خمسة اسيست وترتيبه في الفرقة التالت، هو عايز أكتر. طريقة اللعب دي عايزة كده، وطريقة اللعب دي مش هتبان إيه؟ أجاي ما ممكن يعمل لك في ماتش اسيست، هل معنى كده إن أجاي صانع لعب؟ لأ، بس الفرق الكبيرة اللي عندها طقم دفاع قوي، لما تروح تلاعب نجم بره، لما تقابل فريق تقيل، وده ترجي الفرق الكبيرة دي، الفرق دي عندها لعيب خامته عالية، خامته زي عندك، فمدافعينه أقوياء، فلازم اللعيب بتاعك أو المهاجم بتاعك اللي هو نمبر 9 ده او رقم 9 ده في الملعب لازم تبقى عينه حلوه. لو هو عارف ان الشوطه بتاعته دي مش صعب جدا تخش هدف، لا يبقى الافضل تمرير. طب امرر لمين؟ لازم يبقى سريع البديهه وتفكيره عالي. في نفس الوقت المدرب بيبقى مدي تعليمات الكره لما تبقى في رجل نمره 9 ونزل هنا، رمضان بيخش كده، الشحات بيفتح هنا، ده كله تعليمات مدرب. لو اللعيب ده ما ترجمش بسرعه خلاص الهجمه ضاعت. القصه في الكره ايه؟ تفاصيل بسيطه، ثانيه بتفرق ما بين هجمه وهجمه. خلينا نقول ان احنا واثقين ثقه كبيره جدا في قدرات مستر فايلر. لا هو قادر ان هو يقرر. مش عايز برضو كلام يتفهم من انتقاد. انا زي ما بقول لك، انت قلت مبشر، انا ضفت عليها ثلاثه جدا بالزبط. وقلت لك ده افضل مدرب اجنبي دخل مصر في اخر 10 سنين. هو ليست فعلا مستر فايلر، هو الراجل نتائج احنا بنديله حقه لحد دلوقتي في الحقيقه. لا وجنب النتائج الاداء، ما انت ممكن تكسب واداك وحش. لا ده انت بتكسب باداء، انت بتكسب باداء وبتكسب بنتائج ومعدلك التهديف عالي. بمناسبه الاهداف اللي بتتعرض دي، يعني قدامنا واحد زي حسين الشحات، رايك في ايه في بدايه الموسم ده، خصوصا الضغوط اللي كانت عليه السنه اللي فاتت بعد ما جاب مبلغ كبير يعني من العين الاماراتي، البدايه والانطلاقه؟ هو حسين الشحات احنا ما ينفعش تيجي. حسين الشحات ده لاعب ممتاز طبعا، ده لاعب كبير. يعني حسين الشحات النهارده ضيفنا في حلقه سهره معا النهارده بالليل، هتبقى حلقه مهمه اكيد طبعا. ده لعيب اولا يعني قاعده كده، ما فيش لعيب بيروح اهلي او زمالك الناديه دي لما بيبقى لعيب اصلا مميز. هم جايبينه لعيب مميز. صح. هو كان مميز في الحته اللي هو فيها ايا كان بقى، في الخليج او في الدوري المصري، فده بديل. فما ينفعش ان احنا الاهلي يروح يجيب لعيب ونقول لا والله ده وحش. لا انت ممكن تقول ما تاقلمش بسرعه عليه، ممكن تقول ايه اللي اخره. لكن لا الشحات، الكرة دي تاريخية. الشحات لاعب ممتاز. هات تاني كده بيه وبعد اذنك.
الكرة دي تاريخية يعني. يعني الكرة دي هتتكتف اللعبة دي اللعبة لا دي لا هي هي الكرة دي كمان هقول لك على حاجة. والله استنى بس عشان استنى بس يا أستاذ ولي، مش عشان الزمالك يا جماعة ولا مش عشان أي حد، بس هي لقطة مهارية ممتازة والله، ما عشان الزمالك، مش عشان دي ده لعيب في الزمالك اللي اترقص، لا هي لقطة مهارية وتفكير مهاري أكثر من رائع، فهتفضل موجودة اللقطة دي في أذهان الجماهير المصرية بشكل عام كلهم بمختلف انتماءاتهم. وعلى فكره لو هتتكلم بقى على الشحات، الشحات الحكايه دي بيعملها 3 4 مرات، ده انا شفت له 3 4 كور كده في الموسم ده بس الشحات بيعملها، فده لعيب مهاراته وكنترول عليه على الكوره. والقصه كمان هنا هو لا انت بتقول احنا طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكان مباراه السوبر كانت مباراه كبيره جدا ومباراه قويه وتليق بقمه الكوره في مصر، والنتيجه خلصت في الاخر 3-2، بس هنا هو مين اللي الشحات دي حد منه؟ ده حمدي النقاز، ده مين؟ ده قدرات لاعب، ده حمدي النقاز زي ما اتكلمنا، علي معلول افضل باك شمال جوه افريقيا، حمدي النقاز من افضل الباكات اللي من جوه القاره. لا ده لعيب، لا لعيب سوبر ولعيب دولي ولعيب كبير. فان انت يبقى عندك جناح بيبقى عنده الجرأه وانه واثق انه هيرقص ويعدي بالمنظر ده، فده جناح مش هينفع نتكلم عليه، مش يعني مش هينفع تقول عليه حاجه. القصه كلها بتخضع لتوفيق وعدم توفيق. في لعيب بيبقى كبير، رمضان النهارده ما سجليش، هو بقى له 3 ماتشات في الدوري بيسجل لي، جه النهارده ما سجليش، ما ده توفيق مش عدم توفيق. مش رمضان وحش او مش الشحات وحش، لا انت عندك تقريبا مراكز الاهلي انت بتتكلم في 11 مركز، ما لا يقل عن 7 هم الافضل في اماكنهم جوه القاره مش جوه مصر. هم الافضل، هي القطعه الافضل في مكانها على مستوى القاره 6 او 7. فبالتالي انت مش ناقصك حاجه، معاك مدرب، معاك مدرب مربوط عليه النادي في الحقيقه، مسؤولين في النادي يعني ان هم يوفروا طول عمر، طول عمرك انت اداره النادي الاهلي معروف دي. فانت احنا دلوقتي بنتعب نفسنا ونتكلم مين على فايلر، لكن انت ما مش هينفع. اداره الاهلي، اداره الاهلي وسيستمها طول عمره معروف. يعني هو لاسارتي رغم ان امكانياته الفنيه اقل من فايلر، ومع ذلك اداره الاهلي وفرت له كل حاجه لحد ما خد الدوري، وما خدش الدوري شطاره من لاسارتي عشان ابقى صريح معاك. الدوري عمل مجهود بس الدوري ما كانش شطاره من لاسارتي، ده هو يعني اداره الاهلي كانت حكيمه انها ما مشيتوش بعد صن داونز، لان لو مشيته كان الدوري كمان راح مش افريقيا. انت تعرضت للكارثه يوم صن داونز، بديهي ان اي نادي تاني في مصر كان هيمشي المدرب، وكان الاعلام كله بما فيهم احنا كتبنا ان الراجل ده لازم يمشي. طب هنا الكابتن محمود الخطيب اداره الاهلي عملت ايه؟ لا اداته فرصه اخيره، قالت له لسه قدامك الدوري. صح. طيب لو كان هو مشي يعني ده برضو كان قرار جيد جدا من اداره الاهلي، لو كان هو مشي ساعتها وكان هيبقى، وده كان مطلب جماهيري ومطلب اعلامي، يعني ده ادارات كتير بتستنى بس يبقى تشوف الجماهير فين وتمشي معاه. لا طب انا اديك مثال. طيب قول فالفيردي. وفالفيردي الله ينور عليك، يعني فالفيردي جمهور برشلونه بيحلم بانه يسمع الخبر او يقرا الخبر ان فالفيردي ده مشي، لكن الاداره متمسكه بيه، الاداره متمسكه بيه لان هو عارف ان هو دلوقتي خسر 3 من 4 من ليفربول بعد ما كان كسبان، بعد ما كان كسبان ده خلى ده وكمان كمان اديك مثال تاني، بوكوتشينو مثلا، وبوكوتشينو مع توتنهام، توتنهام السنه دي توتنهام سيء جدا ومع ذلك صابرين عليه. هم عارفين المدرب كويس. انا عشان الوقت بس بيداهمني عايز اتكلم معاك شويه عن المنتخبات. عندك المنتخب الاول تمام والمنتخب الاولمبي. المنتخب الاول شايف الفتره الجايه ازاي بالنسبه لكابتن حسام البدري؟ عندنا ماتشين كينيا وجزر القمر. تمام. انا شايف ان الكابتن حسام هو كل اللي لعبوا ماتش ودي، برضو للاسف في ناس سبقت الاحداث وقعدت تقطع وقعدت تنتقد. يا جماعه استنوا الراجل لما يلعب رسمي تتكلم. يعني انت قصدك كتقييم انت يعني ناس صح. لا ده في ناس عماله تتكلم، ده غير كمان ودي، ده في ناس اول ما استلم المهمه، لا ده ازمات، لا ده يا جماعه، لا يا جماعه الكابتن حسام، ثواني بس انا اقول ارد عليك يعني. ارد في ازمات في الحقيقه حصلت. حصل تمام. ومين اللي خلقها؟ تمام مع احترامي وتقديري ومساندتي كابتن حسام. تمام زي ازمه ايه مثلا؟ الشاره. تمام ماشي، ازمه الشاره في النهايه نستنى نشوف الراجل هيتعامل معاها ازاي. لا ما هو والراجل خلاص، والراجل خلاص، والشرف في منتخب مصر بالأدمية. اوكي طب ليه من الاول انا عملت المشكله؟ ليه قلت انا بدرس الموضوع؟ طيب. هي طيب. دي جزئيه تتاخد مش اتاخد عليه جزئيه انا عارف اتاخد عليه الجزئيه دي. لا النهارده وامبارح ده يا جماعه منتخب مصر كله ده اغلب اللعيبه من الاهلي عشان الكابتن حسام الهلال. ما هو ده برده الكلام الكلام ده اللي نازل النهارده وامبارح، او الكلام ده انت ما شفتوش في المواقع والجرايد؟ الكلام ده هو اللي نازل، ان هو يختار اياكش حتى بس ياخد لعيبه مش من الاهلي والزمالك. لا وتحديدا تم ذكر اسماء لعيبه بعينها، ربيعه وحيد وكهربا. طب الثلاث لعيبه دول مردود عليهم هو الكابتن حسام واخدهم ليه؟ الكابتن حسام واخدهم في ظروف معينه، او رده كان منطقي في ظروف معينه. هو الكابتن حسام مش ما قالكش دول هيبقوا ثابتين معايا، الكابتن حسام لسه بيجرب. ثانيا دول 32 لعيب يا جماعه، في النهايه هو هيروح ب 23 بس يلعب بيهم. هو مش هياخد وفي النهايه هيلعب ب 11 بس. صح. مش هيلعب بده كله، فاستنى شوف الراجل هيلعب ويحقق ايه وبعد كده اتكلم عليه. صح. المشكله انا مش بتكلم عليك انتقادات، كان في ازمات قبل كده، انا بتكلم في الازمات لحد دلوقتي اداريه مش امور. ايوه في امور فنيه الناس بتتكلم فيها والراجل لسه ما لعبش. لسه ما لعبش يعني. وبرده حاجه ثانيه، كابتن حسن شحاته رمز كبير وحقق أكيد. لمصر انجازات فلكيه مع منتخب مصر. كان الكابتن حسن شحاته لما كان بيلعب في افريقيا كان غالبيه الفريق منين؟ من الاهلي.
كانت بتلاقي 7 و8 لعيبه من الاهلي. صح. كنا ساعتها بنقعد نقول ده اهلي وده زمالك. في النهايه ده منتخب مصر. صح. بس كان الجهاز كمان كله من الزمالك. ايوه الجهاز كان كله من الزمالك. الكابتن حسن ما كانش بيوصل كده. الكابتن حسن بالنسبه له انا مدرب منتخب مصر، يهمني مصلحه منتخب مصر، خلاص بجيب اللعيبه اللي شايفه حال المصلحه، ماليش دعوه هم اهلي هم زمالك. نفس الكلام الكابتن حسام البدري، جاب 7 من الاهلي، جاب 10 من الاهلي، جاب 5 من الزمالك، جاب 6 من بيراميدز، مش مهم جاب كام. الناس عماله تحط العدد وتقول لك بص هو جاب كام من هنا وكام من هنا وكام من هنا ويقارن. لا دي ناس القصه يا جماعه، القصه يا جماعه مش مقارنه، القصه فنيات، القصه فنيات. هو الاهم الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله الكابتن حسام البدري يقدر يحقق الطموحات عند الشعب المصري. وعموما الكابتن حسام البدري انت كمان عشان تحكم عليه فنيا ده مش دلوقتي، انت اولا المنافسين اللي جايين لك دول. على فكره كابتن حسام البدري فنيا معروف، ما هو انت معروف، بس انت عايز تقيم تجربته مع المنتخب، مع المنتخب. لا مش دلوقتي خالص. الكابتن حسام البدري هينجح في الماتشات اللي جايه، انا متاكد. انت بتلعب منتخبات مع كامل احترامي ما هياش منتخبات، ما فيش دلوقتي منتخب ضعيف في افريقيا، بس ما هياش بمنتخبات النخبه، ما هياش المنتخب اللي انت حتى لو مش يومك تخسر منه. المنتخب الاولمبي سريعا، المنتخب الاولمبي يعني من ناحيه التاهل للاولمبياد ان شاء الله انا واثق ان احنا نتاهل للاولمبياد. اتمنى ناخد البطوله، وان كانت المنتخبات اللي موجوده صعبه، انت بتتكلم في مالي، بتتكلم في سنغال، بتتكلم في كاميرون، بتتكلم في نيجيريا، بتتكلم منتخبات مشاركه في بطوله تقيله قوي. مجموعتك كمان تقيله قوي. لا سوري كاميرون مالي غانا كاميرون مالي غانا كاميرون مجموعتنا. المجموعه الثانيه يمكن هي الى حد ما كان نيجيريا نيجيريا وكوت ديفوار. فانت المباراه اللي افتتحها انا خايف منها قوي مع مالي. منتخب تقيل قوي، منتخب قوي جدا، منتخب فيه 7 محترفين في اوروبا غير اللي هم جوه القاره، غير الكلام ده كله. ما انا بقول لك الله ينور عليك. فعندك عندك المنتخبات جايب محترفينها، انت عندك بتعاني اصلا من اكتر من نص لعيبتك ما بيلعبش اساسي في الدوري. صح، فاهم الفرق. فالله يكون في عون الكابتن. لا بس احنا عندنا لعيبه في منتخب الاولمبي، عندك لعيبه ممتازه على فكره، الجيل ممتاز. بس انا بكلمك فرق ايه، فريق جاي لك بلعيبه محترفه في اوروبا وانت المستوى يعني وانت ايوه وانت وانت لعيبه كتير عندك ما بتلعبش اساسي. بالزبط. لكن انا لو هقارن برضه هرجع، لا انت عندك خامات ممتازه جدا. طبعًا. رمضان صبحي خامه ممتازه جدا، ده لعيب منتخب اول، ده مش لعيب منتخب اولمبي، ده لعيب منتخب اول. مصطفى محمد وصلاح محمد، انت عندك خامات ممتازه. فاللي انا عايز اقوله ان التاهل ان شاء الله، ان شاء الله التاهل هنتاهل. فوز بالبطوله اتمنى، وفي برضه يعني تاريخيا كده احنا لما الاولمبياد بتلعب في طوكيو منتخب الكره بيتاهل وبيحقق نتائج كويسه، لان في 64 لما كانت الاولمبياد في طوكيو احنا اتاهلنا وطلعنا رابع كمان. بشرة خير يا استاذ وليد، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وفقره كانت ممتعه في الحقيقه. انا اللي بشكرك يا امير، واتمنى نكون ضيوف خفاف على الساده المشاهدين. لا ده حقيقي، انا بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده المتحمس والاهلاوي جدا، واضح جدا في طريقته، يعني الاستاذ وليد زينهم رئيس القسم الرياضي بجريده روز اليوسف، واتكلمنا في بعض الملفات المحليه وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكره حلقه مهمه جدا، حلقه الخميس، تبقى حلقه سخنه دايما وفيها كلام كتير جدا. استنونا في الحلقه بتاعت بكره ان شاء الله، حلقه تكون مميزه. الى اللقاء.